حرق الشهادات الجامعية أسلوب احتجاجي أضحى ينتهجه بعض حملة الشهادات العليا في موريتانيا. وقبل أيام أضرم أساتذة متعاونون النار بشهاداتهم خلال احتجاج نظموه أمام مبنى البرلمان في العاصمة نواكشوط، احتجاجا على عدم تعاطي الجهات المعنية مع مطالبهم. الفعل اللي قررتها هذه المجموعة الدكاترة أن هي عد سماتها بالمحرقة، لأنها أطاعت 10 سنوات تدرس في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وبعض الجامعات، وبعد التسويف بالاكتتاب مللنا هذا التسويف وفضلنا في هذا اليوم أن نحرق هذه الشهادات، لأننا درسنا قضينا عدة سنوات من أجل أن نحصل هذه الشهادات ولم نحصل لها نتيجة. ذات المسار سلكه عدد من حملة الشهادة الليسانس خلال احتجاج الخميس أمام القصر الرئاسي بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك احتجاجا على ما سموه الإقصاء من المسابقات الوطنية ورفضهم المشاركة بها في الوقت الذي يسمح لحملة شهادات الماتريز بالمشاركة حسب ما يقول هؤلاء. لسنا بدعم من الدول، لا نقبل هذا الإقصاء، ولذلك سنعبر بما أنها لا تفيد شيئاً، لم تكن تفيد شيئاً، لذا نريد أن نتخلى عنها. إذا لم يكن إلا التخلي عنها فإننا سنتخلى عنها تلقائياً، لأنها لا تفيد أي شيء من منطق المدرسة الوطنية الإدارة، لذلك نناشد الهيئة الرسمية أن تنصفنا. وكثيراً ما احتج عدد من حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل أمام القصر للمطالبة بتوفير فرص عمل. وقد انضم مؤخراً إلى الباحثين عن العمل أساتذة حملة شهادات دكتوراه يطالبون بتسديد رواتبهم واكتتابهم بعد أشهر من التدريس بكلية العلوم.